برضو انا عارف ان طموحك كبير جدا مع المقاولين العرب، ولكن مش هيفوتني ان انا اسالك على حاجه مهمه جدا. المنتخب الوطني، المنتخب الوطني الاول، عماد النحاس كان من الاسماء المرشحه للتواجد في اي جهاز مع المنتخب الوطني. هل اللي فرق معاك، مش عارف اجيب لك السؤال ازاي، ولكن هل فرق معاك ان انت تبقى على راس الجهاز، ولا ما كانش فارق معاك قوي؟ خلينا نقول اول شيء شرف ليك ان انت تكون مرشح ان انت تبقى موجود في منتخب مصر. انت كده بتوصل ايا كان المكان، ان انت بتوصل لحاجه من الحلم بالنسبه لك، ان انت تكون لعيب في منتخب مصر، مدرب لمنتخب مصر. يعني وانت لعيب بتتمنى دايما ان انت تبقى موجود في المنتخب، تبقى موجود وتاخد صفه اساسيه وتعمل بطولات. النهارده دورك ان انت تبقى عندك الحلم ده، ان انت تبقى موجود في المنتخب. فكان ليا الشرف ان اكون من ضمن المرشحين، لكن ده زي ما انت بتقول يا اسلام، كان المرشحين في الوقت ده كتير. بس حصل اتصال الكابتن حسام البدري والكابتن حسام حسن وكابتن ايهاب جلال وكابتن حسن شحاته، ان انت تبقى موجود في جهاز ما حصلوش بالكامل الشرف ده ان انت تكون موجود في منتخب مصر. لكن انا ما كانش عندي تقريبا يعني مشكله كبيره، على الرغم ان انا صليت استخاره واستشرت يعني كل الناس اللي قريبين مني، والنصيحه كانت واحده، كان رفض، وانا الوحيد اللي كان عندي الحماس ان انا اروح. لكن لما جه الوقت خلاص واستقر على 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 الكابتن حسام البدري وجهازه، انا يعني ما زعلتش، قلت خلاص ان شاء الله تتعوض في 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 الفتره اللي جايه، يعني في المستقبل يعني ان شاء على الله. الجانب الاخر ايضا كان النادي الاهلي، هناك اسماء دائما اسم راح. بص، هو مفيش اتصال من مفيش اتصال رسمي من النادي الاهلي يعني، لكن لان انت ما كانش حددت مين المدير الفني اللي هيبقى موجود، لكن انت يبقى اسمك موجود في النادي الاهلي، ودي انا على طول بقول انت تحت الامر النادي في اي وقت، يعني انت في تحت اي وقت وفي في اي مكان انت بتخدم النادي في اي وقت وفي اي مكان. خليني اخد بعض